بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هدفنا ان احنا نتعرف على الفيكتور او الاتجاه. يعني لو انا عايز اعمل ترانسفير لحاجه، عايز ان الحاجه، عايز اعمل روتيت لحاجه، فلازم اكون معرف الفيكتور او المكان اللي انا هروح له. طيب خلينا نرسم حاجه بسيطه جدا، وليكن مثلا بوينت. خلينا نرسم سيركل. السيركل ديت محتاج عشان اعرفها ان انا اديها بوينت، فهقول له بوينت باي كوردينيتس اهيت، واقدر اعرف الاكس والواي والزد. خلينا نقول له كود بلوك، اقول له كود بلوك ده اكتب فيه ايه، اكتب فيه ايه، هكتب فيه مثلا 5 سيمي كولن انتر، 6 سيمي كولن انتر، 0 سيمي كولن انتر. تمام، دي التلات نقط بتاعتي اهو، الاكس واي وزد، هو اتحرك في الاكس والواي والزد. طيب الراديوس ممكن تديله اي رقم، هو انا معتبرها بواحد، ما فيش مشكله. طيب هقول له دلوقتي انا عايز اعمل ان انا انقل العنصر دوت جيومتري. ترانسليت اي جيومتري ترانسليت، انا هنقلها من خلال الدايركشن. هقول له ده الشكل بتاعي، عايز اديله المسافة او الدايركشن او الاتجاه بتاعي، فلازم اعرف فيكتور باي كوردينيتس. طيب هقول له هنا خلي دوت مثلا 10 وده مثلا 20 وده مثلا 10، عرفت دوت وده وده. تمام، دلوقتي هقول له خد الفيكتور دوت، هو ده الاتجاه بتاعك. تمام، راح رسم لي النقطة تانية، عمل لها كوبي من هنا لهنا. تمام، يعني لو جيت هنا غيرت دي خليتها مثلا 20 نقلت، طب لو خليت دي مثلا 10. تمام، بياخد نفس النقطة وينقلها. يعني لو النقطة الأصلية أصلا اتحركت، بدل ما 5 بقت 10، ايه اللي هيحصل؟ دي اتحركت وبناء عليها ده اتحرك، لان هو مرتبط معاه بنفس الفيكتور. طيب خليني عشان توضح اكتر نرسم لاين بين الشكل القديم والشكل الجديد. هقول له لاين، طيب هرسمها عن طريق الستارت بوينت اند دايركشن. طيب الستارت بوينت بتاعتي ممكن نخليها ايه؟ ممكن نخليها نفس النقطة ديت. تمام، الدايركشن بتاعي هديله الدايركشن دوت، عايز مني لينس. تمام، طيب اللينس ممكن اخده منين؟ هاخده من الفيكتور، الفيكتور جواه لينس بين اول نقطة واخر نقطة، فاقول له فيكتور وهلاقي هنا اللينس، اقول له الفيكتور دوت. لان لو بصيت هنا الاقي ان في اخر خالص عندي اللينس. طيب هو بيقول لي ايه الفيكتور لينس دبل ايه بتساوي لاين. خلينا نعرف نقطة تانية، هقول له انا عايز ارسم بوينت باي اوريجن. فين البوينت؟ انا عايز اللي هي الاوريجن، بوينت اوريجن ديت هي دي النقطة البداية بتاعتي اهو، خدها رسم فعلا من نقطة البداية لهنا. لو احنا دخلنا كده ولفينا اهو، ده الشكل، وفي خط هو نزل من نقطة البداية لهنا، نفس المسافة اللي هتنقلها في نفس الاتجاه اللي اتنقلت له الدورية من هنا لهنا، وبنفس الطريقة أقدر أعمل له جيومتري روتيت. جيومتري روتيت أنا عندي هنا بالبيز بلان وبالديجري، خلينا نقول له هديله الجيومتري الاول اهوت اللي هي السيركل بتاعتي. طيب الاوريجن ممكن اديله نقطة الاصل بتاعتي، الاكس هديله الاكس دلوقتي، الاكس ممكن اقول له زد اكس ماشي، وممكن اقول له انا عايز الواي اكس، ده يعتبر فيكتور، يعني الزد اكس والواي اكس يعتبر فيكتور، وممكن اديله فيكتور من اديله فيكتور دوت. تمام، خلينا نديله دوت، عايز هو الدرجة قد ايه؟ هقول له انا عايز نمبر سلايدر
هقول له دي من 1 ل 360 بمقدار 1، تمام؟ اقول له degrees. طيب خلينا نبدأ نلف الشكل. خلي اهو، بص، كل ما ابدأ احرك هو بيلف حوالين نقطة الاصل بتاعتي على الزد. طيب هقول له لا، خليها عن طريق الواي، هيلف عن طريق الواي اهو، بيلف حول الواي. خلينا نوسع كده عشان الناس تشوف. تمام، ممكن اقول له عن طريق المتغير دوت. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل روتيت بطريقة تانية، جيومتري روتيت، روتيت بس بلان اند ديجري. طيب انا كده محتاج ان انا اديله بلان. طيب مفيش مشكلة خالص، الجيومتري اهو ده الشكل بتاعي، عايز اديله بس بلان، فهضطر ان انا استدعي بلان، فاقول له بلان. البلان بدل ما هو خط، لا ده عبارة عن مثلا صفحة، فده بيبقى مفيد ليا بالذات لما اجي اعمل ميرور او كده، بحتاج ان انا ابقى عارف معرف بلان، فاقول له بلان باي كوردينيت. تمام، لا ده دي معلش دي ريبليت، بلان باي هديله ده البلان بتاعي، والديجري هاخد الديجري ديت، مش لازم اعرف ديجري جديدة اهو. تمام، طيب تعال نشوف هذا، هو البلان اهوت، هو خد نفس البلان العادي اللي هو الاكس والواي 0 0، اقدر ان انا اعدل فيهم، يعني اقدر اديله مثلا واي مختلفة زي ما انا عايز، اديله رقم يعني. تمام، خلينا نغير رقم اهو، ده اللي انا شغال عليه دلوقتي، ده الجيومتري روتيت. زي ما انت شايف تقدر تتحكم في كل العناصر، وتقدر تعمل لها موف وروتيت وميرور وكل الحاجات ديت، من خلال ان انت عرفت تتعامل مع الفيكتور ومع البلين. خلينا بالمرة كده، واحنا بما ان احنا موجودين، هقول له مثلا ميرور، ميرور جيومتري. طيب الميرور عايز الشكل اهوت، وعايز البلين، اديله البلين اهوت. تمام، طيب انا هزد دوت بصفر وهو البلان على الصفر، فانا هقول له لا، خلي مثلا دوت على 22. تمام، اتنقل هو لفوق، خليها 2 او 3. تمام، اهو ده الشكل الاصلي، وده الشكل اللي اتعمل له ميرور. تمام، كل ما بتتحرك بقى فيه ميرور موجود اهوت، يعني لو لغينا دوت ولغينا دوت، في الشكل اهو الميرور بتاعه اهوت. تمام، يعني هقول له مثلا خلي دي 4. تمام، تلاقي ده اتنقل، لان ده الميرور بتاعه، والمراية بتاعتي اللي هي البلان ريجن. لو جينا هنا كده انا بحرك من خلال ان انا بدوس على الماوس رايت كليك، وبعد كده بحرك الماوس، هقول له مثلا دي خلي دي 5. تمام، فتلاقي ده اتنقل، وكل الاشكال طبعا بتتأثر بالتعديلات ديت.